ترى موجود ويا ترى من راح يسدد يا ترى. كرة مباشرة تلعب كرة حلوة بيلعبها يا ترى. ترى أيضا قد يكون حسين عبد الغني هنا أيضا. خالد الزيلعي اللي أصبح جاهزا. سليمة لعبد الغني. كنت أتحدث مشاهدين الكرام عن القاسم المشترك بين الفريقين، لقب هداف الدوري 8 مرات بالتساوي بين الشبابيين والنصراويين. أعود للأيام الخوالي، أعود للقوة الهجومية الضاربة في فريق النصر التي احتلت ل8 مواسم لقب الهداف. ماجد عبد الله 6 ألقاب للقب الهداف، منهم 3 مواسم متتالية بين الفترتين من 78 وحتى 82. الغاني أوهين كندي، الكولومبي كارلوس دينيريو، وفي الشباب أيضا 8 ألقاب. خالد المعدي لقبين، المهلل سعيد العويران، الغاني جودين أترام مرتين، وناصر الشمراني. للأيام الخوالي، أعود للقوة الهجومية الضاربة في فريق النصر